صباح بخير، جالس في الروم ديالي كنتفرج في المغرب، وراكم عارفين ديجا وريتكم الروم مقابله مع الهرم الكبير، وفي الشارع الاخرى الاهرام الصغير. شتي على الزهر عند خوكم، فهمتي؟ شوف شوف على اليوم كيما عرفتو نتمنى ما سبعة الصباح 8 تقدم البيسي، بقيت خدام 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 الخدمه 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 حتى الوحده الوحده. مشيت خرجت لقيت مع واحد الاكسبير ادفايزر على قبل المواضيع ديال الطاكس وشي حاجه. المهم بقيت قاعد معاه، جلست معاه ساعتين ديال المكانه. اقسم بالله الا خلصتو 18200 دولار، 18200 دولار اللي تخلص مقابل ساعتين ديال المكانه. داكشي اللي خاص، داكشي اللي تعلمتي من الصغر في المغرب وثقافه الفلوس خصك تنساه. ما يمكنش تعلم ثقافه ديال الفلوس من وقت فاقع، هذا هو المشكل اللي كنت كنعاني منه شحال هذه ملي كنت في المغرب. ما يمكنش تعلم كيفاش تجيب الفلوس من وقت فاقع، هذيك الهضره اللي كيقول لك هي هضره ما كتجيب حتى حاجه. واصلا كون كانت كتفيد تفيد عليه تبان عليه هو الاول اللي تبان. والكارثه واللي كبر من هذا الشيء هو ملي كتكون حاس براسك راك انت قافز وراك انت واعر وراك انت فاهم كل شيء. حتى هذا مشكل كنت كنعاني منه بزاف حتى هويا، فهمتي؟ ملي كتكون نقولها على راسي، ملي كتكون حمار وكيصحابك راسك راك عاود. وهاد الثقافة هادي ديال انت قافز وانت فاهم والاخرين بغاو يشفروا كتأدي لنا هادو اللي كتاخد دي ديسيزيون اللي هادي تجو بك للفاشل، ولكن كتاخذهم وكتقول لا انا واعر وانا هو الفاهم. وهادي هي المشكلة. مثلا نعاود ليكسبيريونس ديال 2014 شنو كان 13، كنت شاركت واحد الحاجة على البروفيل ديالي باقي انا ما اكتشفتهاش. يعني كنت الله خلصتها، كنت شريت واحد الدوره ب 5000 دولار وشاركتها. قلت لهم انت راني شريت واحد الدوره سميتها اميزينغ سيلينغ ماشين ب 5000 دولار، اشنو بان لكم في هذا القرار؟ ساجي تفرج في الردود، فهمتي؟ كاين دوك ديال داو لك فلوسك نصبوا عليك، لقاوك غشيم ضحكوا عليك والله الا ضحكوا عليك، فهمتي؟ كاين هاد الردود هادو كانوا بزاف 99% هكا. وعاد كاين النيفو المجد ديال السبان، وكاين النيفو الاخر ديال واحد العامين من الدوره هذه تيبان واحد الفرق كبير في حياتي بزاف. وكنحمد الله اني ما تبعتش التعليقات وما تسوقتش ليهم وكملت، فهمتي؟ ودونت تولي كان باغيش نستعمل واحد الكلمه اللي هي القاطع. ديما ملي تشوف الناس غادي هاد الفيديو هذا الاخ ولا الاخت كنديرو باش نقول لك، فهمتي؟ ما تبقاش تقول راه قالوا ليا وداروا ليا وشفتهم. ما عمر خص تتبع الناس، فهمتي؟ راه كون كانوا الناس على صواب كره ما عرفت فين وصلوا، راه كاملين غالطين. ومع ستوريز كنبقى كنقطع واش نوراك بصبعين وراك نقطع ونوراك بصبعين نقطع ونوراك بصبعين. المهم غادي نقول دوك النقط ديالي بالزربه ونمشي نخرج في حالي. قلت النقطه الاولى هي ما تكونش حتى انت خروف غادي يتابع، هادي واحد. النقطه الثانيه شحال من واحد تيجي يسولني تقول لي خويا سيمو فاش انفيستي؟ احسن انفيستيس ممكن انفيستي في راسك، انفيستي في قرايتك. هادشي هو باش انفيستي. احسن انفيستيس ممكن هو انفيستي في راسك. شفتي هذا انفيستيس. شري كتوبة، قرا، تعلم. الفلوس غادي تجي سور، الفلوس غادي تجي، لان ملي تولي عندك المايند سيت ديال صحاب الفلوس، الفلوس غادي تجي صحة. مكاينش اللي غادي يحبسها لك، واخا تجي أمة سيدنا محمد توقف ضدك غادي تجيبها. شي ايفينمون انفيستي وسير ليه. ما عادش تحتاج حتى انت تشري تيكيت ب 7000 دولار، ما عادش تحتاج تيكيت ب 7000 دولار. راه بحالي انا اللي جالس في السطر الاولاني بحال خونا اللي جالس في السطر الاخراني، راه كنسمعوا نفس الهضره. غير هو مخلص 2000 درهم وانا مخلص 7 المليون، راه ما كاين حتى فرق. شري كتوبه، تعلم تقرا، شري الكتوبه، شري 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 كتوبه وتعلم تقرا. خاصك تعلم تقرا، باغي تمشي بعيد خاصك تعلم تقرا. مارك زوكربيرغ كيقرا يوميا، بيل جيت كيقرا يوميا، كاملين ايلون ماسك يقرا يوميا، كامل قلب عليهم كيقراو يوميا. اخر نصيحه هي تعلم لونجلي، تعلم لونجلي، تعلم لونجلي باش تبقى تقرا اخر ما كاين، لان ما كاينش بالدارجه وما كاينش بالعربيه وما يمكنش يكون، لان الماركت فهمتي الماركت مرون، الماركت فيه غير السلبيين الحاقدين. واخا يبغي يبان ما يخليوش، ولكن هاد السلبيين الحاقدين راه هانيه، راه ماشي مشكل، لان هذا هو الناتج ديال الثقافه ديالنا باش تربينا وكيفاش كبرنا. وفي اطار ثقافه ديالنا القافز، هادي الثقافة فاش كبرنا، أنا القافز وكلشي باغي يشفرني وأنا اللي فاهم وراني محصلهم، أنا راني عايق. وهادشي هذا هو السبب علاش كندير هاد الفيديوهات، لأن في الأخر كنقول ممكن تنقد واحد 10 ولا 20 ولا 100، واخا هما راه كثار ولا دابا كثار من هاد الأرقام هادو فاش كندويو من ديك العقلية ديال فهمتي عقلية. وآخر حاجة غادي نقولها قبل ما نمشي نخرج بالزربة هي جامي تيق، جامي تيق اي حاجه كتبان لك سلبيه، جامي تجربها براسك. راني جايك لواحد الحاجه مهمه طرات بين مو كنضمو الاخ نور الدين اللي في كازا، كان فيه الاخ بلال وسميتو، مشاو ليه ثلاثه ديال الدراري
هاد واحد فيهم جا عاود لي ستوري قال لي اخاي سيمو راه واحد خونا شنو طرا لنا معاه شنو طرا لنا معاه شنو طرا لنا معاه ما كيصحابنيش اخاي سيمو واش بنادم زعما حاقو ثلاث درجة. هاد لي خوان هادو تلاقاو فهمتي وقالوا اجي نمشيو. المهم واحد خونا فيهم بقى ديما تيدوي سلبي لا وداك الشيء كذوب وداك الشيء سميتو وكون كان فيه النفع كون كاع ميوريو لنا. وابقى جيت تلاقاو مع خونا راك في الطوموبيله واعره بعد دزت شهور غادي تلاقاو معاه في طوموبيله واعره غادي يبقاو يقلبوا عليه غادي يشوفوا الدراري صحابو قالوا هذاك الدري خدام مزيان في الانترنيت عاد عاقو بلي داك خونا ديما تيحاولوا يبعدوك فهمتي راه ما كاينش اللي يبغي لك الخير عقلي اللي يبغي لك الخير راه كثريه فهمتي تيبغي هو يوصلوا انت راه اجي عاوتاني فيري برايفت اجي شي حاجه خاصه بيا انا والدراري تعاود عليا واحد الدري كان حاضر فيها بلال كان في كازا كان تيشرح للناس كان تيشرح للناس في عند نور التين كان تيشرح لهم شوبيفاي وداكشي. واحد خونا دي جرب بلال اجي يقول لها صاحبي خلي فقراء شوفي وجوههم كي دايرين هاك هاد الهضره ما نشونجي فيها والو شوفي وجوههم كي دايرين فقراء صاحبي اش كتوريهم خلي الفقر اللي ولدهم هاك. بلال قال لي ياك صاحبي هانيه ماشي مشكل نوريهم ياك انت ما كنتيش عارف وريتك وداكشي صاد ما تيقش تيقش داكشي اللي كيتقال راه فغيمون راه هو غادي في ديك الطريق وما يبغيكش تمشي فيها ويشوفك غادي فيها ويعطرك ويقول لك لا راه ما مناش وكذا. عاودوا نرجعوا ثاني هادشي كامل في اطار اش في اطار الثقافه ديال الويل فاش كبرنا الثقافه ديال والو فاش كبرنا ديال انا قابز وانا واعر هذيك انا قابز كتبغي تجرى حتى مع اصحابك يعني انت انا قابز خاصني نوصلو هما ما خاصهمش يوصلوا باش نبان عليهم ونبان انا واعر. يلا الدراري طلعوا لي فراسكم تبارك الله عليكم نمشي نخرج وكما قلت واحد ما تكونش خروف جوج انفيستي فراسك وطلعوا لي فراسكم وتبارك الله عليكم وساعه سعيده ونمشي نلبس باش نمشي نخرج.